Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mansur As-Salimi, yaitu seorang pendakwah asal Arab Saudi yang dianugerahi suara yang begitu indah dalam berdakwah, sehingga siapapun yang mendengar suaranya bisa langsung tersentuh hatinya. Bukan hanya orang Islam yang tersentuh, bahkan temannya mengabarkan ada seorang yang tertarik masuk Islam karena menyimak bacaan Al-Quran dari video Syekh Mansur tersebut. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قصر عن موقف للشيخ منصور. جانا احد الشباب في مكه، كنا وزارنا الشيخ منصور جزاه الله خير، وقال الشباب العاديين طبعا عندنا، قال منصور ابيك تقرا لنا ايه، يمكن ناس الموقف هذا، ابيك تقرا لنا ايه كذا كذا. قراها جزاه الله خير الشيخ. طبعا قام احد الناس، ترى ما نعرفه خارج المملكه يعني البلاد، اخذ هذا المقطع ثم ترجمه الى عده لغات وانتشر. هذا المقطع وصل اكثر من تقريبا 17 مليون او كذا. طبعا هذا المقطع فيه رقم جوالي خلف، فيه كم رقم تواصل معي تواصل مع الناس. ناس ابشركم يعني، هذه بشاره، يمكن ذكرت الاشياء قبل. اسلموا، اعلنوا اسلامهم بمجرد هذا المقطع. شوف احيانا ما تعلم ايات مترجم، اي اللي من اللي تسبب في قراءه الشيخ. اخواني معليش، هذا الشاب المقصر، اسمحوا لي، هذا الان بشره واحدث الله عز وجل لي، اريد ان اسجد. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، سبحانك بخير، الله يكتب اجركم، الله يكتب تقبل منك الله يكتب الله يتقبل. صلاة نجعل القران يعني، الله اكبر يا شيخ. شوف كيف الموقف، الله اكبر، يعني لا تستحقر شيء. صح، مقطع صور واحد اخذوه ترجمه واحد، فشخ بعد رقمه. صح، اسلموا ناس، اهتدوا ناس، والتسلسل، واحد قرا، واحد صور، واحد نزل، واحد برك جواله، واحد وبركه. Masya Allah, semoga kita bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah dimudahkan oleh Allah untuk berdakwah. Mudah-mudahan dari video yang kita bagikan, banyak orang mendapatkan hidayah untuk mengenal Islam, ataupun bagi orang Islam bisa lebih memperkuat keimanannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.